يوسف شمعون، شريك مؤسس شركة أخطبوط. صراحة إحنا أول ما بدأنا حسينا إنه في ثغرة بالسوق الأردني والسوق العربي بيواجهوها الباحثين عن العمل بأنهم يلاقوا وظائف، فقررنا إنه نغطي هاي الثغرة. بدأنا بموقع أخطبوط، الغاية كانت منه إنه نربط الشخص المناسب بفرصة العمل المناسبة. إحنا أخطبوط تأسسنا من سنة 2007، بسنة 2017 اللي هاي السنة توسعنا أفقياً لباوندس HR لنغطي حلول في جميع درجات الموارد البشرية. السنة الماضية إحنا اشتغلنا مع حوالي 1000 شركة في الوطن العربي، خدمناهم في مجال التوظيف وفي مجال الموارد البشرية، وعلى قاعدة بياناتنا في ملايين الباحثين عن العمل عم يفتشوا على شغل، وفي أي وقت بتفوت على موقع أخطبوط في بيكون فوق 1000 وظيفة معلنة. اللي إحنا كان يدفشنا إنه نضلنا نشتغل ونضلنا نثابر بمشوارنا صراحة شركائنا اللي نشتغل معهم والفيدباك اللي كانوا يعطونا إياه. يعني إحنا كنا نقعد معهم نعمل HR meetups بشكل دوري، ونسمع كمان هم شو كانوا عم بيستفيدوا من عن طريق شغلهم معنا. أول ما بدأنا كان التحدي بسيط اللي هو تسجيل الشركة، كان عندنا تحدي بالنسبة للفندنج الأولي من الانجل انفسترز. بعد ما طورنا الشركة وحسينا أنه حققنا النجاح اللي بدنا إياه في الأردن، التحدي اللي بعد كان أنه نتوسع خارج الأردن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الابتكار هو إيجاد حل للشركات اللي بالإيكو سيستم تبعنا مع الحفاظ على عنصر التنافسية اللي بيميزنا عن غيرنا. الإبداع مستمر في أردننا، ما تخليه يوقف عندك.